اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام. اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير؟ اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام. اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير؟ اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام. اشتقت لل وحان أجير يا أردي إنو أغرين دون القرآن الكريم كا سلمان عبد القادر نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. جزاه الله خيرا خير الجزاء. حانو يريا لقمان عبد الله إبراهيم سنة إنو آخرين دون خطبو كسابسا فضل العلم. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أحمده على ما خص به أولي العلم من رفيع المقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له شهادة حق شهد بها الذي لا إله غيره الملك الديان، واستشهد على ذلك ملائكة وأولي العلم، فكان في غاية الذروة من الإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرته من خلقه، بعثه الله بالعلم النافع والعمل الصالح ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. امتن الله تعالى على العالمين ببعثته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن الله تعالى أمركم بذلك في كتابه في مواضع كثيرة. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بلزوم طاعته واجتناب معصيته في السر والعلن، فإن تقوى الله تعالى مفتاح الخيرات وهي مغلاق السيئات. فمتى اتقى العبد ربه زاده من فضله ورفع مكانه وقدره وزاده علما وبصيرة وفرقانا وهدى. ومتى ازداد العبد من تلك الفضائل زاد تقوى وخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المؤمنون، العلم أشرف ما حصلته النفوس وأنفس ما اشتغلت به الأفئدة، فأعظم ما اشتغل به الناس تحصيلا وطلبا العلوم النافعة. لذلك أمر الله تعالى خاتم رسله وأشرفهم بسؤال زيادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه بذلك، فإنه أمره بسؤال المزيد من العلم، كما أمره بالاستزادة من ثمرة العلم وهي التقوى. أمر بذلك جميع المؤمنين فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولم يأمر الله تعالى في كتابه من الاستزادة بشيء من الأشياء إلا بالعلم وقرينه، فإن العلم والتقوى قرينان. كلما ازداد العبد علما زاد تقواه، وإذا زادت تقواه فتح الله له من المعارف ما يكون به في خير ونور وهدى وفرقان. عباد الله، روى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبهذه الأمور الثلاثة تقوم مصالح البشرية، بها تكتمل السعادة: بالعلم النافع الذي تزكو به القلوب والنفوس والأعمال، والرزق الطيب الذي هو ثمرة العلم، فإنه لا يميز بين الطيب من الرزق والرديء إلا من كان عالما والعمل متقبل، وهو ما كان مرافقا للصحة والصواب والإخلاص والصدق والاتباع. كان ذلك جماع الخير وجماع السعادة والفلاح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح. جماع هذه الأمور سعادة الإنسان، فإذا رزقها وأعطاها الله تعالى إياه كان ذلك من دلائل الخير وعلامات السعادة. عباد الله، منزلة العلم رفيعة عالية لا تساويها منزلة من المنازل.
شيئا ومكننا من التعلم بما سخره ويسره من الأدوات والوسائل والأسباب الموصلة للعلم والمعرفة. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم قال متفضلا منعما: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فامتن الله تعالى على عباده بمفاتيح التعلم من سمع وبصر وقلب يعقل، وذاك هو الذي يخرج الإنسان عن الحال الأولى التي خرج عليها من بطن أمه، وهو أنه لا يعلم شيئا. فبقدر ما يدرك الإنسان من العلوم والمعارف تسمو منزلته وتعلو مكانته. بذلك نفى الله تعالى المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم، فقال جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل رفع الله تعالى أولي العلم منزلة ومكانة على أهل الإيمان. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عباد الله، لا يزال الإنسان مرتقيا ما اشتغل بالعلم، ومن توهم أنه بلغ الغاية في المعارف والعلوم ووصل إلى النهاية فقد أخطأ. فكل ما عند الناس من العلوم والمعارف قليل على كثرته وتنوعه، كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن نتنافس في الاستكثار من القليل، ونتسابق في تحصيل النزر اليسير من قليل، والاستزادة من ذلك والاستكثار منه هو سبيل السعادة وطريق صلاح الدين والدنيا. أيها المعلمون والمتعلمون، لقد حزتم ورب الكعبة شرفا عاليا ومنزلة رفيعة، وسبقتم سبقا كبيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمعلمون الذين يعلمون الناس الخير في جميع مراحل تعليمهم يفتحون لهم أبواب الخير والرشد والصلاح، يفتحون لهم أبوابا وسبلا وطرقا للنفع والانتفاع. هؤلاء هم ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جهرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ولا تعجب من هذه المنزلة الرفيعة التي يسخر الله تبارك وتعالى فيها كل هؤلاء ليدعوا ويذكروا ذلك الذي علم الناس الخير، يذكروه بما يكون خيرا له من الصلاة عليه. لا تعجب أن يبلغ معلم الناس الخير هذه المنزلة، فإنه لما كانت تعليم هؤلاء للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاء نفوسهم وصلاح دينهم ودنياهم، جزاهم الله من جنس عملهم بأن جعل عليهم من صلاته سبحانه وبحمده وصلاة ملائكته وأهل السماء والأرض ما يكون سببا لنجاتهم وسعادتهم وفلاحهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل مهت وإذا نقرن دونتو أنا شيت قمر السن النبي قمر ودبي
وجاب السن النبيل وجابي وكف المصطفى كالورد لادي الله الله وعذر يبقينا مست آياتي الله الله وعم لوالها كل العباد وعم لوالها كل العباد وعم لوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء قمر 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 السن النبيل قمر 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 السن النبيل قمر وجبي وجبي وجب السن النبيل وجبي وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا كل الكون انار بنور ضاءه قمر 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 السن النبيل قمر وجبي وجبي وجب السن النبيل وجبي وأجمل منك لم ترقط عين الله الله وأكمل منك لم ترد النساء الله الله وللتوبة راءت من كل عيب وللتوبة راءت من كل عيب وللتوبة راءت من كل عيب تبارك ربنا فينا يا شاء قمر 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 السن النبيل قمر وجبي وجبي وجب السن النبيل وجبي وانو يريا ان اسمع الساح دق اذا نوع رندون كتاب توحيده إليكم ضيوفنا الكرام أقدم إليكم في بعض أبيات من الشعر لكتاب سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى حيث قال أبدأ بسم الله مستعينا رب بمدبر معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واتبعنا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد ضيوفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق ماله سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالباينة والهدى رسوله إلى جميع الخلق بنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دوما سرمدا
وبعد هذا النام في الوصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال صوله ممتثلي فقلت مع عزي ومع إشفاقي معتمد على قدير الباقي اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل قال خلق القال يعبدوه وبالإله ياتي يفردوه أخرج فيما قد مضى من ضاري آدم ذريته كالذر وأقاد الأعداء عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا الرسل قد أرسل لهم وبالحق كتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذرهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناجٍ من عذاب النار وذلك الوريث عقبى الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولزم الإعراض عنهم واللبا فذاك ناقض كلا العزين مستوجب الخزي في الدارين. waxaan u yeerayaa hanaan cabdiqadar nuur أقدم إليكم الكتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لفضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله حيث قال يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ضفيرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم واجهد بعزم قوي لانثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم والنصح فابدله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم والنية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم ومن يقول ليقول الناس يطلبه أقصر بصفقته في موقف الندم ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم إياك واحذر ممارة السفيه به كذا مباهة أهل العلم لا ترم فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهم قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم دعا كما قاله العسري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم ما
ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد على الطوبى لمغتنم. وحانو يريا سلمان عبد الله دق. وإليكم في بعض أبيات من الشعر لكتاب منظومة الأصول الفقه وقواعده لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث قال: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الأصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي يعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكديح فيه آخرة، لكن في أصوله تسيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فاغتنم القواعد الوصولا فمن تفت يحرم الوصولا، وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها علي الجنان نزلا. قواعد من قول آل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم، الدين جاء لي سعادة البشر والانتفاء الشر عنهم الضرر. فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي الضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. وكل ما كلفه قد يصرى من أصله وعند عارض ضرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط. وما استطعت افعال من المأمور واجتنب الكل من المحظور، والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فابتهم. لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجات كالعارية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسد لا تردد. عليكم ضيوفنا الكرام، أقدم إليكم في بعض أبيات من الشعر للكتاب قواعد الفقهية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله، حيث قال: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء مفرق ذي النعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة. ثم صلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحيز مراتب الفخار. اعلم هدت أن أفضل المنان علم يزيل الشك عنك والذر، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المذلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتختفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران والبر. والنية شرط لسائل العمل بها الصلاح والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح في جلبها والدار للخبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى
من هدم الأعلى من المصالح والضد تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ناب التعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الذرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياه الطارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والمال للمعصوم تحريمها حتى يجيء حل ففما بك الله ما يمل حنوير يا فوزية محمد محمود الكرام أقدم إليكم في بعض أبيات من الشعر لكتاب الأرجوزة المهيية في ذكر حال أشرف البرية لفضيلة الشيخ ابن أبي عز الحنفي رحمه الله حيث قال الحمد لله قديم الباري ثم سألته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة المجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأوال عام الفيل لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبي حانا وبعد عامين قذى فضيما جاءت به مرضيعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد سنت ما عشر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب ثم أبو طليب بن العم الكفال قدمته ثم إلى الشام راحت وذاك بعد عام اثني عشر وكان من أمري بحير ما اشتهر وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا قذيجة متجرة وعاد في رابعا مستبشرة فكان في عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها قال إبراهيم فالأول القسيم محز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن قتمة والظهير الضيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي وكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد 35 حضر بنيانا بيت الله لما اندثر وحكموا ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الاسود ثم وبعد عام 40 ارسل في يوم الاثنين يقينا فقله في رمضان او ربيع الاول وسورة تقرا اول المنزل ثم الوضوء والصلاة تعلم جبريل ويا ركعتان محكمة ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنان نجوما هائلة ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام ورابع من النساء 12 من الرجال صاحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في قميص عام وفيه عدو ثم عدو لملم 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 28 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد وبعد 900 سن رسالتي متى أبو طليب ذو كفالتي وبعده قذيجة توفيت من بعد أيام 3 مضت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم إليكم في بعض أبيات من الشعر لكتاب منظومة البيقونية لفضيلة الشيخ عمر أوضى بن محمد بن فتح البيقوني رحمه الله
أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله ودي من نقصمين حديث عدة وكل واحدين توعدت أول وصحيح وهو ما اتسال إسنده ولا من شدة أيعل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه والنقله والحسن المعروف برق وقباد رجاله لك صحيح اشتهت وكل ما عن رتبة الحسن قصوف والضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي مرفوع وما للتابعين هو المقضوع والمسند متصل الإسناد من رويل حتى المصدف ولم يبن وما بسمع كل راوي تسيل إسناده للمصدف فالمتصل مسلسل قل ما على وسب أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسما عزيز مرو اثنين أو ثلاثة مشهور مرو فوق ما ثلاثة معلعل كعن صعيد عن كرام ومنهم ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف الزك والمرسل منه صحابي سقط وقل قريب ما روى راو فقط وكل ما لم ينتسل بحالي إسناده مقطع أصالي ومعضل سقيط من اثنان وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط لشيق وأن يقول عمن فوقه بعوان والثاني لا يسقيطه لكن يصيب أصفه بما به لا ينعرف وما يقلف ثيقة فهو الملا فشد والمقلوب قثمان ثلا إبدال راوي ما براوي قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه والفرض ما قيادة بثقة أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة قمود أو قفا معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف ساند أو متن مضارب عند أويل فأني ومدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ واتصلت وما روى كل قرين عن نقي مدبج فحريف حقا وانتقي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أضعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقصوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك
يريا كوح ولل وأقرن دون كتاب منظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لقمان عبد الله عبد الرحمن عبدي عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد الشيخ سلمان عبد القادر. الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفاقه في دينه القيم وحث ربي وحفظ المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهم وامتن ربي على كل العباد وكل للرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم يكفيك في ذكاء أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة الغلم كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومهتشم وذم ربي تعالى الجاهلين بي أشد ذم فهم أدنى من البهم وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء بذي النعم العلم أعلى وأهل ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم العلم غاية القصوى ورتبة عليا فاسعوا إليه يا أولي الهمم العلم غاية القصوى ورتبة عليا فاسعوا إليه يا أولي الهمم العلم أشرف مغرب وطالب لله أكرم من يمسي على قدم العلم مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموة بجهلهم. وحان أجيريا كوح قبلاء وإصلاح رين دون كتاب توحيد حنان عبد القادر رضوان سهل فرحية محمود نمع أحمد الله مستعينا راض به مدبر معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق ماله سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دوام سرمدا
وبعد هذا النظم في الوصول لمن عرض منهج الرسول سالني اياه من لابد لي من امتثال سوله الممتثل فقلت مع عزي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقي اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سودا وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه أخرج فيما قد مضى من ذري آدم ذرياته كالذر وأخذ العداء عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العدي يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناجٍ من عذاب النار وذلك الوريث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولزم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العدين مستوجب للقيز في الدارين أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر والخالق البريء والمصور باري برا يموشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي كواسي وحياهين أرضاد إيماش أخرستان إيسي إيا وحياله إبرنا إيا وحكم إذا إن شاء الله تعالى أرضاد يالك ساككب حينا هذا كان وحق السؤال وين يا مدير كمركزك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمد الله سبحانه وتعالى الله نوافجي حفلة قيمة بضن ما تسكو إيماني مناسبة خيرية وحام هاد علنا يا الله مهدك الله مهدس كدب مرتدى شرفت له علماء خاصة الشيخ عبد الله الوالد وما أنت شرف النائن للجوجو والله ما أنت آدي أدب أو فرح داي وحنا دريم كرماها ما دام ما أنت ونلجوجو شيخي مقال هذا أرنت الدعوة قبل وين كقاتي ما أنت ناسكنا للجوجو dadkii aan waxna soo baray dadkii sii baray dadkii sii baray weeyaan marka maanta waa farax aad iyo aad u weyn waxa kale ma had u celinaya waalidiinta dhalinyarada ardayda dhamaan ma had gooni baan u celinaya ma had aska dib waxaan ileenahay ku soo dhawaada markaas riyaad li tahfiz alquran alkarim wal ulum alshar'iyya ku soo dhawaada maanta waa munaasabad aad iyo aad u weyn munaasabadaas oo ka dhacaysa markaas riyaad waxaan rabaa saddex qodob kale inaan ka hadlo qodobka koowaad waxaan u dardaarmayaa macallimiinta markaas riyaad oo aanid ka mid yahay waxaa liin leeyahay
قف الله قف الله بقى دينت الله كشقيه دبعته حولي ولا كلمي دبعته ديني وسوا جارته أنت دعوة نكون حجرتين أما دب وحني سوا جارو إلا وسم رأيله بهيناي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكته أنت دب دعوة أصامره أنا أرنت دب ما أنا أصامرين ما أنت هيدين أباهنا الأنباء نمعلا ما دعك قال لي لكن دينت ضد أصار دنتي ديك وسوا داريي وسوا هالجمي وماشي نسوا جرسيي مركا واحد إلي هاي هلو صبرا دعوة يا وحيك أو إلى بكورين هاي أو دب أني جسوا جار أنت كوجرتين تن لواد بحام أندر دار مه محلها ده والدين ته والدين ته وحالي هاي معلمين ته إن على شقيسين على ربع رنتي سومالي وحيد هذا الكوا جرا بحكو جويان سومالي هذا وحيد هذا قاعدة كله فل هل فر فل مرغضو مركب حني ولا بهينا معلمين إن على شقيسين رنتي زين كنا ما تكو جرنا حق والدين تا حق لنا عند سيا جلي رادو والدين تا آدي آد باي عم بيحوها يعني حق الدين تا وحاجرة بالس قولي رادو أو لنا شناشة أو آد لو جعلها يا جرا كاسة حق لساري لكن دين تا إيو ضد كدي عيبة سائد لما صفيرنا وحقا ما أرتقى عن تبدي حدا لو هاي ساس أنا ما أعرن تا وحاني قال باهين هاي إنا معلمين تلاش قيسين أنا جانا لشقيسين إلما أنا وحل بلا إنيجا دشين أس أس كعرورتا وإنيجا محلو بهينا إني إنا سوء دستين معلمين مركز كدب أي جانا فطاد مورال بهلاين لكن دي والد كالشقين وايو معلمين تحواني يجب أخو دعي مركز وحال إلا لاي اسقولك إلا برطو حدي ملها وحد وحيالها دوك الوضاء الدونك أركاسين ماشي أدونك مرها يو يا عمل اسكا ادق لو قد لعان مسعونيسو لكني لنا عميقتي على قد دينته بيدحدنا عن كارينا اسقولك وعارك عنو ير او شي افرجي ادوسي لغيني اسقول لغيني كدي بعدنا ولو كيني محلو ليهي ما علينا اسقولك عنو كان قرانك ايبر او افرجي لغي اسقول او ايمان راه 19 19 كي 12 انتي ودخس ما كفر بري كرتادي مايا مقول الله سنة سدح الله سنة كل جيم حوله عنو كفر برنين معقول كأنا السنة كأري الله سنة عمر حياة محوق هاي عنو كنا الله يتوان كمان حكومة غينها يسقول تاس ما في عنو كل يتو يسقول كانوا وعنو كانوا جاري دهنا أنتو يسقول كجاري عنو كهرت قرانك إلى قرانك حفظيو مركو قرانك حفظيو كذب يسقول كجاس لقيو حتى رنت يسقول عنو كقرانك حفظيو أو يسقول كلقيو محاوي يعني ما في عم بيسقول هذا كبلاوي لكن هذه ليرة لما يا قرآن كي يسقول كسمنا لجيني مكوا عنو قد نشوا وحوا خلاك صو دبك يبيها يسقول كجيء هاي دوسينا لجيني يسقول كلجيني رج إلينا قرآن وحكله جاي ما جاء على ما جاء على الله لرجل من قلبين في جوفه عنو قام حيو أهر مروي ما أنتوا يسقولكم مغناي كويتهم كوي ما هو حق جلعي ملحة مركب حان اللي جاي عنو قام مركب هراء قرآن كهحذيو كدب سقولك على جيو كو لوا عنو قطع مركو سو قارو قلاس 6 أما قلاس 8 أما قلاس 7 محاوليه عنو قطع توشي بقوية لاي بل سبت يا حد ما سبت ما أحد وكو ما نزد ما دي نسك قطع مركو هو ما بحسي وججين قلاس 6 يقار إلما محاوية محاولو الرواية سقوله أو توشي بقوية لغاية سوفو 8 أو باسو بل إقو كو ما عصر قطع وججين كلا 6 توشن هو بلاي كلا 6 7 8 الا 3 داس انا ما خوجي توشن بس ياسو قران كي ماشي صارو دافا كلا 4 لو دافا قران كا مركو اسكول كا او بوغان حوليهي بورين ما هي مران نيروبي الا بمباسا لغيني 6 سنتين لو اتغي رنتي وارن ادي اد عقود او دينته وحاني ددار ما والدينته لي هي عرورته مركا اسكول كا af shanjirga gaaran quraanka la geeyo markay quraanka xifdiyaan oo sagaajir ama tabajir gaar iskuula la geeyo iskuulka iyo noqon in ku diinta lagu hilmaamay asagoo lama gudbi rabe eeyta la moodi raba form 4 la geey raba jaamacada la geey raba PhD oo la wadi raba maxay diinta ay maxaa ku ekeysi galaaso markii galaaso aanu geeyay maxaa la wadi
مركز هذي بقى إلهي إن معايا نحرس النصيحة دين النصيحة ما شاء الله تهي والدين الحالي هاي عرورتا تلو تربية دين الإسلام كه هذا عرورتا ما شاء الله القرآن كمان تا آخرنا أيين حلفتك آخرنا أيين ده ما تقعد محاوله جلس 7 أما جلس 8 أما جلس 6 لا أركاو هذا هلا أنا أدب وطيبة ولي هذا أنا قلت 8 بقولي إن ما شاء الله أوضة مساء القرآن كدين مساء سماها المحلو بهنا والدين تأنا أي ميك عن تميك تأسيان دين ته أي جرب صيام علمين ته مدارس ته لشقيه إن اسمه وجن هذا معها أنا قاعد أمرك أجهده إني عادي معلك الشقيه نسيم عصير بتس مش عصير دلال بكم وجني لكن مركو أجهده إني معلك يا معلك يا والد كنا اسمه وجيهين أنا قاعد مك تمحله ما إيه بالمات أمير باجر تا جيم باجر أي بلا كون جانت كقل على أركته دوب بلاد دوسو سودير إنه أمير أدري، لكن معلك مركي عندي معلك هي والد كيس كحريين، معلك مركي هو صاب مع والدك والدك مركي معلك إلى حريين، أنا وجي مش كومغنا بالأغاني، مركي واحد نبكي كينا وحويان سكحر لنا العانة واحد نبكي كينا إلما أوكي أنا إنا إلما بديوبان هيدين تكل حدان، تنلوي صا تنسد حاد خلاك سد حاد كان درا وحويان أرضي ده. أرضيدا ما أنت ماشي كتخرج هيان واللي حيتوان حنوك وحورد الدار ما هيا أرضي عبسي إلهي سبحانه وتعالى إلهي حلي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله ويعلمكم الله مركي الله سبحانه وتعالى لا يعبسوه يا وحل براني عبسي الله اندي له وايو وحبرش مش متعلو مركي وحل إلهي هاي الله سبحانه وتعالى لا يعبسده وحنا براتينا إن لو رقمه إن يدق إنجليزينا كل دقنتين يعني دردار معايا حتى عندك سيبر كرتين سيبرتين وحبر شادنا سي لسي وضو إلا يوقفك كفهم وحبر شم الطماطو مع أركي صوم أركي العلماء أن روي جري أن رفقه أجا عذري لحفر يصوم أركي واحد دمانة ما وحبر شو واحد دمانة سماها إلا وقف وجدك جرى واحد دمان يا سماها يحبر الشدة مركب حين ليه هاي أرضيده محمود الدارمها إن إلك إليك عبسان سبحانه وتعالى أنا الدلالان وحنا يبرتين يدقن قليان مركب وقتين وسك كلية هاي قرحت نواعات بسوك الله تي نواس نوان يوديري مركب إن شاء الله تعالى كسر دواد مركز الرياض لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية أرضي دمانتا كقادنا عصونا الشهادة وحاويان اللحي توان عنك تاصل الشهادة انكد بسين دونا شهادة وين اي كتابة نحفظين هذا مركا ساسا انكوصة واتيما والسلام عليكم ورحمة الله أن هذا الكوحان كسو دوين اياه فضيلة الشيخ الوالد حقيقة المانتا مددير عن ماشا كوديرين فديقة أنا كأعذر دارني إنه إن أرينكاس إن شيخ عبد الله عثمان بولو وسلم تسليما كثيرا أما بعد كل بحر كل إلى كرة حنكون باللابي بل أنت أنا هذا فرده هل مرة أن إلهي برينه دقيقة ضيار أن إلهي روبر كسيء من السيء اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مقيسا يا حي يا قيوم اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا غيثا مقيسا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وحاوي انتاس ولي كمان ربحين وحاول لها ان هذا وظف دنو ودت واوينه رجيا هوانا وانفرها يا بل نو والبابا هبين والبا بل كن استغفار صاغري كن استغفار صاغري ربنا سبحانه وتعالى رب نيوها وقبتون الله مرتي من ورابي ورب بركيسين ورابي وحاوي استغفارته ومتك عذابك الوكر يالو ومتك فريالك خيرك
وامد امده اي كبد بادين وامد امد هدى استغفار سنة سنة لغا عذابين وحد عن كسرانا هنا وامن اواعي العذاب مسألة داس عفوا انت سنكر به حاولي انا ويد ويقابنت هاي وطيق قابن ويد سنو يقابنت هاي هذا الكامل ديرين هاي وحاولي وحان مارتي ددوينها ميشة جوغة وحان اغدقة هيا بهالي قالمو انتين مغليسة وحان اغدقة قالمو وحان كوانين خير الدنيا خير آخر انت قرشة ايضا هذا الكو قابن وانا ديرينين وحاولي ولكسونتهين دينكي انان فقب النبيح دوا ولقلينا دمان كل جن وحان ولقلينا إن دينك بيحلى فقبنا بيحلى وحل وقبته ووحل ياسي وحل بيحلى وقبته ووحل ياسي ووحل تبرد الرئيسي مدى عيادة معنوه حاوية دينك كتاب القرآن كان يسني كتاب القرآن كان نكي يسانا ربي بو ياسي ربي جلنك يسانا وكافر بإجماع الأمة وروح حرضة كبحي أمدنا اسكم خلاف سنة هذا الكا أمرت عيادة marka walaalaha muslimiinta waxaan uga digi gaalimaas aan uga digi iman yahowba wixii dhacay wuu dhacay wixii dhacay wuu dhacay laakiin hadda hal sabab qabtay hadda hal sabab qabtay hadalka intaas aan ku gaabin mas'alada xigta waxa weeyo ya raba khayr adunya khayr akhar ya raba fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya raba وحاوليو محمد مالين وعد مانتا وحاين اوغفلا مانتا دروست الاغري وعد وين اوغفلا انتا انك سوضتك قاربا لان الاغيب عربين انقرنين وعد وين اوغفلا انتا فضيلة العلم هي مارتي مسائش العلم هي شرع عادي وحبضا بعض الورا بانواعها وحاوليو في الدنيا والآخرة وحاوليو المه هذا هي المه هذا دينك ان البرتان كن عمل فشان ربي عابد بيني انا ان ارزاقي ربي عابد بيني انا ان ارزاقي لمن يهو رزقي ان لوغم روح كل لوغ ديما مجر رزقي الله سبحانه وتعالى ساق انت انا وهي اصيغ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكأي من دابة لا تحمل شغل الله يرزقها واياكم هو رزقي الله انه هي اتكلوا انه هي سمرها ربنا وحجري عابدا انا يعني ارزاقي اذنك يا عروبتي نبا ساسا قرانك كقرنا في سورة الانعام في سورة الاسراء اما قرانك ساسا كقرنا انه ان الله هو الرزاق ذو قوة المتين رب انه اصير مارت الرزاق يه مكبر الله مسلمين تهو وربي ان عابدنا ربي ان عابدنا ودين كيسا ان كسا نغنى وكتاب كيسا ان كسا نغنى oo yasiida aan iska dayno waxa weeyo umurta ayada hadaan ka sheego nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisi nabiga kaleh salaam wuxuu yiri kaafir saxay muslim xuna kaleh salaam inaadam ka hadul inta amalkiisu waa go'aya illa saddex mooyeen saddexda ayada waxa weeyo sadaqa jariya inay intafacu bihi oo waladin saalixan yadcu lahu kaasa nabiga sallallahu alayhi wasallam أنا وحامي دادي هدون عمل السواق هاي إلا صدح موية صدح لاس مبقى هايان روح بقال الله لسانا أسوى موضان والدنسان يا يوحو الله مدية هاي روح توكان هاي روح سوام هاي روح حجين هاي روح صدقايسان هاي يولا مدية مدى ما ننبا أسوى واقر صومي ولكن عمل كي سوا جاري محو سمي صدقا جاري ولا بحي مسجد بودسي مدرسو بودسي تحفيد بوليسي قولي مارت ابن سبيل بقولي بوليسي طلاب العلم بقولي بوليسي عيل بوقضي أمورها صوتنا قبل أنك صدقة جارية أكثرنا وكل ارتاح كما رأي أبهاد إن لفهمه وصيره الله رامه حاول صدقة جارية ومسا معنى هذا علم ينتفع به وعلمي آذ برطي ذاتك عديك علم هذا كبير الله علم ذاتك عدي آذ برطي ذاتك آذ برطي ذاتك لا يسيب رهيان علم جاس وحاول waxa ku indifaaca waxa uu horeeyo ugu badanay maxamed sallallahu alayhi wa sallam baa umar sallin cilmiga maanta aan baranayno in ku dhawaaqanay maxamed sallallahu alayhi wa sallam cilmiga iyo duruus iyo cilmiga uu bixiyay waxyi
مركو حاوي علم جاسنا مرة ما نهاي أسرنا وحاوي ولا صايح أو كوسو جعية أصلا روح وكتر وما كوسو جعية أسرنا علم أسرنا مرة ما نهاي وروح الخير عن كذا ما ننوي مركو حاوي صدق على شيء وأرك إنسان إلى تاي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صدق على شيء حدان إله سبحانه وتعالى ترى صارن أو ربي برينه أو إنني علمه إنما الدين كأبرن أو كرتن أو كعمل فلو يا وحنا نقوم بهاي معناها معها الدنيا كفريسها شقيسان معها جيلها راعين معها بيرها طبعين معها أريها راعين معها الله راعين معها هب عشريسان معها الدنيا ضرب كي وسكتها ولكن رب إن العالمين أول رئيس رب محيلها برسي ومقرة الجنة والإنس لا يعبدون رب الجن إنس رب محيلها برسي وحوها برسي إنه عابدان وحوى ربي سبحانه يجي المركة ما أريد منهم رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين إن قام الربا أنا إن هذا رزق إذا لبتان إن إيسا وشقيسان إن قام الربا إن قام الربا محايا لي رب أسأل إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين أسأل أياه هو يا الرزاق ربي سبحانه وتعالى ما كبر الله مسلمين تواهو هذا لك إن رمي ديرين كري وقت غير وقت غابا حاو رضنا يكل شيء وحاوي رب أنو صنعون دينك أنو صنعون دينك أنا صان نغنا أنا طابت كانوا حني نقدري وحد وقعتان بعشي أو هذا سلسي جعل هذا أو سيد أول أهدي كذرتي أو سأنا أروى الله مقال بذتك ومرهي الدنيا دي شعير كذي وحد وقعتان بعشي ويسوق باب سيد بعشي ويبسوق باب سيد ويبسوق يرعى طيبة وح كهر يبا يربا وح كهر ما أنت اللهم بقى أنت أصلا كهر ما ديكين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله وحي الله وحاوي بهاش ويسوق عبث محمد محمد صلى الله عليه وسلم بعث أنا وساعة كهتين لبلي سفرات بسائس كبير وحولي أنيقا إيا ساعة دا انتا سابا سجرنا سابا بحيتن كي حديثك لو حاوي رفتك النبي صلى الله عليه وسلم كادت الساعة وان تسبقني ساعة دا وحاوي بسكتين إلي قصوه المرتبة إلي قصوه المرتبة سكتين نعم محمد صلى الله عليه وسلم بعث ذي سوحا لجوغا كن يا أفر بقول يا كنتم يا سدح على ليشورة مركي السواد بحي أنا بين مجلس كن أفر بقول كنتم يا سدح محايا له جلدي حال ليشورة أو أغرق سانين قرنتاي كن أفر بقول يا أفرتن سدح يا طبا كدر أو مكو أشير النبي صلى الله عليه وسلم ماشا وحاين نقوم كن أفر بقول كنتم يا سدح انت أسا ليشورة النبي صلى الله عليه وسلم بعثدي سي سوبحتن كسي لسوبحي النبي صلى الله عليه وسلم marka way soo dhamaadeen ba walima islaamka misalan waxay kale yihiin baasho way soo dhamaatay oo inta la og yahay la hubo waxa weeye kaliya 10 calaamo waaweyn oo sanka isku hayaan kaliya umbaa la hubaa oo haray kuwaas oo la ogeyn waqtiga bilaaban hayaan haday mid soo baxdana kuwa kale sanka ku hayaan waxaaba ka sii degdeg badan oo nabi saw khusuusiyad ahadukum waxaaba ka sii dhawaan badan nin walba mowtkiisa yaaba ka sii dhawaan badan مك والله المسلمين توه ربي عنو طابت كأنه دينك عنو صان نقنه ومسعد موريسان معها ومسعد موريسان معها وربعشان هاسكوها لينا بعشان يا إني كذني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إني جمع يا مها يا فقر يا جاتو ولكن وحان إني يا أبي الدنيا إني أتكوك هلك سنتان لا أخشى عليكم الفقر إن صلى الله عليه وسلم فقر إني جمع عبسان هاي ولكن وحان إني جمع عبسان بعشان تل بعشان الدنيا ده أنت تنافس فيها كما تنافس من كان قبلك فتهلكوا كما هلكوا واتقوا الدنيا واتقوا النساء نبي صلى الله عليه وسلم بحش من إني قعب سمنا عليه السلام بحش واته والبحش عندي إني أتقار التنوي والبحش عندها أتقار السنوي بحش ضد بضم بكذيسي ضد بضم بكذيسي والله مسلمين تو بحش إني كذيني وربي أن عاذنه وربي أن صنع نغنه وحيالا كسو قلقين وحاكمه ضد كان ما أنت أن أفردين المناسبة ده وحاوي وضدك سوكع هايوي وضدك بريتو وضدك بريتو وهويوينك بريتو وأبيوي بريتو وإماميالك بريتو وعلمدي بريتو ومدحوينيالك بريتو ضدك هو حواجب نواء إنا ضدك ديارنا ضدك إنا ديارنا أصفي عن ديارنا واجب نواء محايا هدانا ديارنا هدو دولة دولة مقابان كران دين مقابان كران دنمان مقابان كران نفطوري ويجبي نفط كلام إسكاب الدابة هذان هذا ديارين دتكن ونروح الدلال إسكوب جيني دلال كوا الأكسونتين وحان هذا الكوسو قابن صدح الشيء إن كل دلال واجب من هو
صدح مدرسة جلسة صدح بها مدرسة وحاوية مدرسة البيت مدرسة التعليم مدرسة البلد صدح بها مدرسة وحاوية مد وحاوية وقريقة ضدك قريقنا كو ديارنا ضدك قريقنا كو ديارنا وقريق قول نقضى مدرسة قريق وإنينا كأرك وحن عنده هذا لغا إلالي وإن لغا إلالي لغا هذا وحن لغا إلالي قريق إنو هذا مدرسة يا مسجد بقى صلى الله عليه وسلم قريق مدرسة وهو الرسالة والقرنيسة قريق مد الله بعض وحاوي أن مكانه تعليم ما يشاء علمه أو يحكو برطان معلم وكو عليه ما أنت مدير المدرسة وكو عليه وحو يري ومارت وين معلمك يوالد وسكحوا النهار ما يشاء أماكن التعليم ما مراجع عينه ما أضيّله وأسكدرنا عينك لكن كان وحاوي بيكسي بانجيي درسان جيي سكول بانجيي خلاص وانت كلي وابن جيي هو انت حاله ورنبه ما هتاس يا مس عتوي وكده لا عمتليسا لا صبح لا وقت او واحد عمره مارت صبح دي يا هبنك يا قلدي وحا كدرن ان مارت لا دياري ان اجبي ان الاخلاق سي هاجو سام دي سي عقيس لا لاري يا كدر ما هي و خي عونه وا و ما انت ما انت و خي عونه بريتو كداهي وكي علم قال برتي و جوغ هيا ما دمان هي ما بابا هي مرغ حاوي مدرسه تعليم ما ماكنت علمها وحلو برو والدك واني اد ابو دغالان صدح وحاوي مدرسه البلد بيت المدرسه وي بلدك هو مدرسوينك واوين ما انت عندنا انا معلم عمر يا جارس ماما ماشي فدي بلدك محان كوغن هي بلدك جارس ليراه محان كوغن ما تروحي وحا معلومه بلدك اللي لو سو دولي هي ذاتك عالك الدين دينك أي مسلمين في إسلام كلاها إنه يكون كريه هوس بقول سيدولين ضرورة أن يسكوك يعني شرموت طبعا أن يسكوك يعني سيد الدعاء سوق هي الله بمن لها ويبع بي لها يوم بعد كتار قال كذا وح ذكر لنا متشو وح كذا لوا يا وح أقبى ما بتشي ربع يا وح درين يا وح درين ما هي لم كان نقول هي لا dibka inagu noo yaala waxa weeyo abor geed galay ama tiir geed galay geedku soo korka oga muuqdo iska dumi asoo korka quruxsan saasaan inagu socoto taasaan inagu socoto hal beer insanaad waxaan ku soo gabagabeeyay niman yahowo ilmaha hadaan ku dagaalo saddexdi shay hadaan aan sheegayo weena noqonayaan ogaada saddexdu waa saddexde saddexdi imnaadum hadduu inta amal soo ila saddex mooyeen yana waxa uu soo qajaariya علم ينتفع به ولد صالح يدعو له إلمي هذا الدين كبرنا وربي كالما يسنو وندعينو ونكدد الله أصبرنا وحان رجالنا إنه لئما وصدق جاري علم ينتفع به ولد صالح يدعو له يعني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مسلواوي معلمتنا وحان لاهي سن أنبياء أصبر جيران أصبر أنبياء سن أصبر جيران أصبر سن أنبياء أصبر جيران أصبر أجري محوها مارت أنبياء الله أبوها وحين الصيانة أركا اللي وحان نكسونها وما معلم معنا وأركيسا مارك وحاويه ضدك إني يدعوذ ولي كالقوي مهين بأ ضدك يدعوذ وحاو دعوذ وحاد مودا ضدك لا وقوها اللهين بأ حقا يدوكسي يا مدرسة دي يا مسجد كيبا ولادها حقا واسي ولادها وحقا رؤى يا الله قد يجي وروحا إن السقف تمو بين سابق وسعد إن السقف واح جماعي معها واح فردي أميان marka misalada ana ka waansama mid ayada iska ilaaliya afan waan u dheeriyaan marti ka yaabanahay rabbi waxaan ka bari subhana wa ta'ala inkeenu ku anfo aan ku wareejinaya Cali Umar oo kamid ah waalidiinta bismillaah assalaamu alaykum aniga oo matalay waalidiinta waxaan halkan uga mahadcelinayaa macallimiinta aso ababulin xafladan iyo culimada halkan ka soo qayb gashay iyo waalidiinta waxaan aad ugu hambalyeynayaa caruurta halkan ka qalin jibeen oo wali akhriskooda hor u sii wadan doonaan waxaan rabaa inaan hal dardaaran ah aan u sheego macallimiinta sidii ay u soo hadleen culimada inay dadaalkii aad wadeen inaad dadaal wadeenna waa xaqiiqda arurti maanta halkan ku soo bandhigtay quraanka
iyo khasiidooyinka waad garan kartaan inay yihiin caruur aad taya u leh. Marka dadaal badan baa ka jira, annagana waxaan diyaar u nahay inaan u garab istaagno. waalidiintana sida macallimiinta ay sheegeen, inta badan waxaan u badan nahay in caruurta iskuulka markay aadayaan in dadaal badan la geliyo, salaadii hore loo kaco, quraac loo kariyo, dharkoodii loo baaso oo loo dhaqo, oo maaragtay iskuulka marka loo diray dadaal badan la geliyo, waqti iyo dadaalba la geliyo. Laakiin caruurta aadaan iskuulka iyo madrasadaba waxaad arkaysaa in maanta waa sabti, wax lagu leeyahay sabti waay, waa dugsi ma aadayaan caruurta laba saac iyo hal saac iyo wax saasaa laska soo kaya. Marka in taasna la bedelo oo maaragtay dadaal badan lagu qabto oo caruurtana si fiican loogu dadaalo. Caruurta markay iskoolaadka ka imaadaan homework wax la dhaho waa la soo siiyaa. Homework markay cidda la imaadaan hadduu iskuul yahay, waxaad arkaysaa in waalidkii uu caruurta ku dhiirigeliyo inaan habeenkii ay seexanin ayagoo homework aan dhamaynin. Laakiin dugsiga markay ka imaadaan caruurta naftooda homework waa la soo siiyaa oo fardambe baa loo qoraa. Waxaa muhiim ah in ayagana taas la dabagalo oo caruurta lala qabto shaqadii oo loo sheego oo maaragtay la xoojiyo ayagana inay maaragtay ay sameeyaan homework intay weli ay dugsiga ku noqonin. Macallimiintana waxaa muhiima idinkana inaad aniga macalin baan ahay, inkastoo macalin maadi aan ahay macalin madrasa mayhi, laakiin waxaa fiican in caruurta ayagana lala socdo cunug kasta iyo akhriskiisa. maaragtay caruurta kulli isku mid maodaha, mid baa iska hooseeya, midna fahankiisa waa waxaawey waa heer sare. marka inta badan macallimiintana waxay jeclaystaan in caruurtan maaragtay fahankooda uu fiican yahay inay umla qabsadaan oo caruurta kalena kasta ay maaragtay ka yartagaan. hadduu dhib jiro uu cunugaas maaragtay wax akhris dheeraad iyo waxyaalo u baahan yahay, oo arrin ay tahay in waalidka lala tashado, in waalidka la soo waco, loo sheego wixii dhibaato ah uu cunugaas uu qabo, si maaragtay macalinkii iyo waalidkii oo wadajir ah maaragtay cunugii loo caawiyo oo waxbarashadiisa wax looga qabto. inta badan annaga waalidiin haddaan nahay waxaa la arkaa in macallimiintii caruurta waxbaraysay aadan garanayninba. marka waxaa muhiim ah cunugaada meeshuu dhiganayo, fasalku ku jiro ama kalaaska uu ku jiro, in macallinkii maaragtay waxbaraya inaad aad garatid, dadka aad ka aqoonsatid, oo markastana intii ama isbuucii ama bishii ama maalin kastaba aad macallinka aad weydiiso cunugaadi maaragtay wuxuu ku sugan yahay iyo akhriskiisa siduu yahay. halkan arrinta kale aan halkan ka fiiriyay waxaa waaye in waalidiinta dhanka maamulinka ay maaragtay taageero fara badan caruurta ay ka haystaan. sidaan arkayno maamulin fara badan baa imaadeen, aabooyinkana hadda waa iska yarihiin, mashquulkooda waa iska badan. marka maamulinka ayagana waxaan ku dhiirigelin lahaa in maaragtay ay qeyb weyn ka qaataan, qeyb weyn ila caruurta ayagaa garanayaan, ayaga baa cid joogaa waqti kasta, inay aabaha caruurta inay zaa'id ugu hadlaynin oo maaragtay ay caruurta aada ula dadaalaan. gabdhaha iyo wiilasha in sinaan ayagana wax lagu baro. halkan waad aragteen waxaa way si fiican bay kulligoodaba usoo jeediyeen cashirooyinkii la soo bare iyo waxyaalihii fara badna, waana arrimaha aad ugu faraxnay. waxaanan aad aad ugu hambalyeynayaa inta caruurtii halkan imaatay oo maaragtay si fiican wax usoo bandhigtay iyo maaragtay intii ka qalinjabisay halkanba. marka waa aad baa idin hambalyeynaya, waanad ku mahadsantihin. waxaan ku soo dhawaynayaa maxamuud yaasiin oo martida ka mid ah isaga. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan salaamaya waalidiinta marti salafta oo sheekayna oo aabahayna sheekh cabdullaahi bulo. runtii taariikh yaraan rabaa inaan ii sheego ku saabsan buuladan Buule County iyo Buule Jara. maxaan ku jiray adi muddo 25 sano ka hore baan dadkii maxay xaafadan deganaa ka mid ahay oo wax ka baranay. runtii
arinta maanta meesha wadaadkan ay igu yeere waxaan degana buulada kore oo buulo masuuri macad sidan oo kale ku yaala oo nuurul islaam la yiraahdo ma u malaynayn ina buulo county macalimiin noocan ah iyo arday noocan ah oo qaabkan loo diyaariyey ina la helay waxaase muddada haddaan ii sheegay 15 sano ka hore dad yar baa degnaa buuladan waqtigaasna waa waqti iskuulahan integrated ma jirin waxaa jiran iskuulaha oo gaalada kristaaniga lahaan iskuulaha waqtiga markaas suuq ku jireen waxaa ka mid ah Garissa Academy iyo iskuulkan kale oo islaanta lahaa waxaa la yiraahdaa Geytuni baa markaas waxa iskuul islaam waxaa jiray Sumaya oo ku saabsan wax integrated oo madiin wax laga baray dadka marka buuladan qaybtan sokeeyo dhinacan oo hadda buula jaar ah ku dartay ma jirin waxa waa nimco Ilaahay marka waalidiinta maxaan ka codsana macallin kaligiis wax ma bar karo sida hadda ilmaha u joogaan waalidiinta sa marka aan sii fiiriyo waalidiin badan ma joogaan qolba oo la mashquulka adduun waa lagu maqanyaa marka macalimiinta haddii qacan dhinaca waalidku ka helin cunuga waxba ma baranay kaa dugsiga aad waxba ma lagu barto marka waxaan ka codsana waalidiinta culimada macalimiintan inaan qacan la siiyo midda kale oo waalidiinta aan ka codsanaya maxaa waaye waxyaalaha oo budget wax walba guri nin walba gurigiis budget buu leeyahay oo biilkii ma garan iyo wixii oo dhan iskuulka iskuul fee waxa loo horbixiyaa iskuul fee first marka iskuul fee bixiso oo wixii kale raashinkii wixii cidii u baahanta la soo qaado waa wadaad gadaal loo fiiriyaa balena wadaadku wax yar ma aragtaa wixii soo haray inuu dhaynayo ina kale runtii macadkan ani ma dhiganaynin maanta ka hore laakiin maxaan fiirinayaa sheekh cabdullaahi inaan ku kaa codsano bal inaan taraatami karno buula buula qaybta buula masuura qaybta koraanka imaadaa oo buula iskuul duwan meel la yiraahdo macad weyn oo 400 oo cunuga baa waalidiintan ka mid ah marka bal inaan codsiga naga geyso culimada bal inaan Garissa buula buula u taraatami karno xaasa saaka waa aad baan macadkaygii markaan fiiriyo meeshaan ka imaaday iyo macadka markaan fiiriyo mar cabsi ay gali mar faraxdin marka inaan macad bal aan u taratamo bal gabdhihii iyo wiilashii meeshan maanta ka soo jeediyeen bal inaan taratamo aan is fiirino macalimiintan kee macalin ahay macalimiinta kale lasu fiiriyo marka waalidiinta waxaan ka codsanaa macalin kalba haddii doon lahaadeen macalin waa haysatay ilaahay nii tuso macalimiin meesha hadda ilmaha markaan fiiriye macalin meel ku maqan ma jiro haddii buulariig u doon lahaadeen haddii gaarsandhow u doon lahaadeen haddii buula masuur u door lahaadeen macalimiin ilaahay nigu anfac waa haysatay marka waxaan ku nigu soo buurina bal inaa waalidiinta wixii meeshan ilmaha akhrinaya inuu diin oo dhan waalidiintan ayaana khaasatan haweenka bal ina fasal loo furo ayagana sida hadda anaga program waxaan leenaa 8 saac 8 saac fasal haweenka jiro waalidiinta oo diinta inta nafaas usoo heli karto baranayso marka inigana barta soo dad waxaan maanta meeshan ka dhacay inaad fahantiin marka aadaa maad nigu celina macalimiintana samar badiya wax fara badan aa jira marka qof waaliga waxaa arki doontiin waa ilmihiis markii lasoo qaraaco ama wax la gaarsiiyo oo si qaldan loo arkaa inuu kuu imaado marka macalimiinta samra inigana salaamu calaykum.
ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ان شاء الله تعالى ونسوق بقبيننا هاي نص وحيره يا حفله ديني شيخ شافعي جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، وحي هذا لها أما كلمة وأنا إهد وأنا لسو دميي أنا وحدنا يا إن شاء الله تعالى هل كلمة أو آد أكوان إنا كسو قبل قبل عرورت جزاه الله خير جزاه الله خير ما أنت وحي نوصو بندقين يعني أرم عجيبة وعمل دذال زائدة كم مغضة وعمل أي كم مغطة معلمينتي يا أردادي يا والدينتي إلى إسكو حريه هنا يكم قطويا وحانا كعسنا يا رجينا إن شاء الله تعالى دذلك إني يسي زيادة كلمة ذي دوحا ليا هاي دتك إن والدين تا ما أنت آد وحا أبدا عرورت إن إني ما أنت فسهاد وكوها يا بها الكحنون أو موبيل كا بالكن تليفونك ا قاليغا لعقت بدن ان كبخينو ديباتوين فربدن ويرر فربدن انو نو هايو خاصه اسلامكا سادوكتي هندتكن والدينتا بريهان دم بااد وحا اوسو بدنيا المهنا اما دتكن نعسين لنعسين يا دينتودا لن نعسين أيو وحانا لو أدكسنا يا بهلان تليفون هذا لعكت بضان عن كبه حنو أيانا لو أدكسنا وحاكم إذا إخواني في الله وحيا بها الدين تي إنما أنت لغو عيار أيو لغو جس جيس أيو داتك إن المحاربة لغو هركين يا الدين تي إن وبهلان تليفون هذا لو أدك سنة يا وحاكم إذا وحضرك إيسا داد بليها القرآن بالا برايا اسكميل بالا كينا يا داد ولي وحتى عن أم لين بإسلام بإينا سنهين باسمين يا رنتا سيادة نينكي وحو آخرين يا القرآن وحو آخرين يا القرآن صح ماها ووح خلدا قفكي وآخرين يا وحو آخرين يا وح قرآن أساقن آن هين وكسي خلدا بو آخرين يا ولكن هذا هو مركز ودكي ادو غراعي ارنت هذا دي مسرع يا اخواني وحاويان عرورتنا ايا وحالنا عسينا يا قران كي برشديسا وحال حقيره يا كتاب كي قران كها شرفت لها منزل كها الى سبحانه وتعالى انو سو دجيي ايا لحقيره يا وحقيرتان كتاب كي قران كلا حقيره سكبا دا إخواني إن بدن أو حتى وحاضر دادكا وحاوي هاين داد عالغا يابا قالبا إنا يهايين أو دين تي نبال لدكو أهايين أيا وحا يصوب بندقا يان إن بدن أنا نغا بدن ما أنت أن فيرسان إنا عرور تينا أي فيرسان إيان عنوغي وحا مركو فيرسان محو سويران مركا وحو سويران يا دوكسيغا إنو يهاي ميل دادكا لغو قمادو ميل دادكا مارك تاي لغو أدون صدو ميل دادكا مارك تاي حد قدب لغو قيستا إنو يهاي وارين ادو خلدا ويان ارنتا سيدا وارين خلدا وها ادو وصو بدنيا بالك حن اي تلفون كان ودانو اي يهود اي نغو مخان ربا نغو سو سي دايسو ان كو امتحانانا هي وحلا يرادا الاستهزاء بالدين دينتي نو لوجو جس جس ايو دينتي نو لوجو عي عيار ايو يا ادو بدن أرنتا سنخاطر تا ذي ليدهاي
أرنت وحنا دوج على شيخنا شيخ عبد الله جزاه الله خير والد كنا إن أصف عن الله الله بهل كنا سجى ما أنت أنكو امتحان النهي إخواني وحضرك سعونجي مركو جارو صدح يا توان أفر يا توان يا شن يا توان مركو جارو لذهب وحبر الشدي سمسك حد يسأينه هري أصي قاضته يا بهل كان قعدت لو قلنا يا balkan gacanta hadii loo galiyo waxa koobaad oo uu ka tagayo waxa wayan waa dugsiga quraanka iyo cibaadada rabbi subhanahu wa ta'ala balkan aan sidaa arko ikhwani ee telefoonka aan ku imtixaananahay waa cadaw nolo soo adeegsanayo waa cadaw hadana loo adeegsanayo dadka islaamka iyo diinta inay ka tagaan loo adeegsanayo wayan saadarteeda ikhwani baalka xun ee telefoonka oo maanta waxaan rabaa in badan lagu soo bandhigayo waxyaabaha islaamka lidkiisa ah carruurteena aan ka dayno arrintaas idee dadka muslimiinta waa inay ku baraarugaan oo ay ogaadaan carruurtooda waanta waxay ku sugan yihiin inay dib u raacaan oo ogaadaan waa muhiim ikhwaani fillah qodobka labaad oo aan ku soo gabagabeyna waxa weeyaan carruurteena maanta halkan ka takharujaysa dugsiga waxaan leenahay si dadaala marxalad meesha ugu fiicneed baa joogtaan maanta waxaa shahaado qaadanaysaan kitaabkii rabbi subxaanahu wa tacaala aada xifdisan shahaadihiisi baa qaadanaysaan waa arrinta ugu fiican ugu fadli badan ugu khayr badan ugu wanaag badan weeyaan ku sii dadaala markaa kitaabka qur-aanka a maanta shahadihiisa aad qaadanaysaan inaad sii xifdisaan naftiinna iyo muslimiinta dhan inaad ku anfacdaan isku daya nabigeenna salawaatullahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu yidhi dadka waxaa u khayr badan nidka dadka anfaco noqo marka mid dadka anfacay ku anfacay diintiisa wanaagga iyo khayrka iyo ixsaanka ku anfacay noqo haddaad maanta shahaadada qaadatay ha noqonin mid gadaalgadaal u socdee inaad horay u socoto oo muslimiinta aada anfacdo isku day marka qoraxdii baa kulul waqti dambe yaan joognaa kelimadaydii intaasaan kusoo gabagabaynayaa wasal allahu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam insha allah waa inoo dhammaatay waxaa inoo haray oo keli ah ardadii qalinjabisay oon shahaadadooda ku wareejinno si aad boorka ku arkaysaan markaska laba qeyb buu ka kooban yahay qeyb xifdul qur-aan alkariim iyo qeyb maxaa la xifdul mutuuni sharciya labadaasu ka kooban yahay sanadkan waxaa inoo qalinjabiyey 16 canug oo ka qalinjabisay qeybta xifdulmutuuna sharciya oon muddo soo wadnay ardadaasoo 16 cunug ah 10 gabdhood iyo 6 wiil oo 4 ka mid ah ay mumtaas ku guulaysteen 10 ka midna ay jayid jiddan ay qaateen ardadaasaan doonaya inaan shahaado ku wareejiyo waxaa u horeeya nimca axmed ducaale ee soo degsadaas ardada nimco axmed ducaale waxaa ku xiga hamuun cabdiqadar nuur waxaa ku xiga ridwaan maxamed cabdullaahi waxaa ku xiga khadra maxamed xareed waxaa ku xiga salmaan cabdullaahi deeq waxaa ku xiga luqmaan cabdullaahi ibraahim
waxaa ku xiga Fawziya Maxamed Maxamuud. waxaa ku xiga Asma Cabdul Fataax Deeq. waxaa ku xiga Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim. waxaa ku xiga Mumtaaz Xasan Shuuriye. waxaa ku xiga Ridwaan Maxamed Faarax. waxaa ku xiga Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed. waxaa ku xiga Farxiya Maxamuud Shafat. waxaa ku xiga Filsan Yacquub Faarix. waxaa ku xiga Yaxye Cabdilkhadar Nuur. waxaa ku xiga Cabdulcaziiz Maxamed Sheekh Xareed. intaa waxaa noga eg ardada ishaada aan ku wareejinaynay. insha allahu tacaala xafladeenina intaasay ku eg tahay. wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullah. waxaa inoo dhimanshaa kitaabadan oo ardada aan u qaybino, taanana u qaybinayna insha allahu tacaala. waqtiga kulul dartii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka halkan kasoo qayb galay. waad mahadsantihiin. ilaahi subxaanah watacaalana waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi lxusnaa wasifaatihi lculaa inuu ilaahay dunuubteena dhaafo, kuwa jannada ku kulmayna ilaahay naga dhiga subxaanah watacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.